العبد الرباني عبد ذليل في حضرة الربوبية، بيقول بلسان حاله لله سبحانه وتعالى: أنا عبدكم، بل عبد عبد لعبدكم، ومملوككم من بيعكم وشراكم، كتبت لكم نفسي وما ملكت يدي، وإن قلت الأموال روحي فداكم، لساني يمجدكم وقلبي يحبكم، وما نظرت عيني مليحا سواكم، وما شرف الأكوان إلا جمالكم، وما يقصد العشاق إلا سناكم، ما دمت بين يديكم فالهنا مددي، والبسط حالي والأفراح طوع يدي، أنتم حياتي وإن شاهدتكم حضرت، وإن تغيبوا تغيب الروح عن جسدي، لا غيب الله عني وجوهكم أبدا حتى يطيب بكم عيشي إلى الأبد، أنا الفقير إليكم والغني بكم، وليس لي بعدكم حرص على أحد، وافيت حضرتكم أرجو مراحمكم، معودا بالوفا معناكم الصمد. الإنسان اتخلق وفيه ثلاث أوصاف هي أوصاف ملازمة للعبودية. الوصف الأول هو الضعف الشديد، الوصف الثاني هو الجهل الشديد، الوصف الثالث هو الفقر الشديد. واحنا بنتكلم عن العبد الرباني لازم نتكلم عن حضرتين مهمين جدا. الحضرة الأولى هي حضرة العبودية، الحضرة الثانية هي حضرة اسمها حضرة الربوبية. العبد عبد والرب رب. لكن خلينا نتكلم الأول عن العبد في حضرة العبودية. لازم نبقى عارفين ان فيه ثلاث أوصاف ملازمة للإنسان، اللي هي أعلى درجة هيوصل فيها الإنسان درجة العبودية لازم يبقى حاسس بالثلاثة دول: ضعف شديد وجهل شديد وفقر شديد. الضعف الشديد: وخلق الإنسان ضعيفا. الجهل الشديد: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون. ربنا بيتكلم عن الإنسان وبيقول إنه كان ظلوما جهولا، يعني شديد الجهل. فصفة العبودية يلازمها إن الإنسان شديد الجهل إلا أن يعلمه الله سبحانه وتعالى. فالإنسان بيتصف بالضعف وبيتصف بالجهل. الإنسان فقير: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. ثلاث أوصاف بيخلق بهم الإنسان، وهي أوصاف ذاتية مرتبطة بيه. لذلك الإنسان أول ما يتولد على الفطرة يبدأ يصرخ ويبكي علشان يستثير الناس اللي حواليه إن هم يساعدوه، لأن ربنا سبحانه وتعالى كان يتولاه في بطن أمه. فلما خرج بيبدأ يكل أمره إلى من حوله اللي ربنا كتب في قلوبهم العطف والرحمة عليه علشان يساعدوه ويقفوا جنبه. يبدأ الإنسان في رحلته في الحياة يلاقي إن هو بعد الضعف تحول إلى قوة، وبعد الجهل بقى عنده علم، وبعد الفقر بقى يملك الغنى. هنا يبدأ الإنسان يدخل في أوصاف اسمها أوصاف الربوبية، لأن القوي المطلق هو الله سبحانه وتعالى، والغني المطلق هو الله سبحانه وتعالى، والعليم المطلق الذي لا يحيط بعلمه شيء هو الله سبحانه وتعالى. فهذه كلها أوصاف ربوبية، فيبدأ الإنسان يأخذ من أوصاف الربوبية فتزداد نفسه، يعني النفس تبدأ تتشرب بهذه المعاني فتظن إن هي ممكن تستغنى عن ربنا سبحانه وتعالى. لكن العبد الرباني عارف إن هذه الأوصاف أوصاف مؤقتة وأوصاف نسبية، يعني مهما نسب العبد الرباني إلى الغنى فهو يعرف أنه فقير إلى الله سبحانه وتعالى، ومهما وصف إلى العلم فيعلم أنه جاهل عند الله سبحانه وتعالى، ومهما وصل إلى قوة يعرف أنه إلى حضرة الله لا حول ولا قوة له إلا بالله العلي العظيم. العبد الرباني بقى في حضرة العبودية يفضل منتظم ومحافظ على أوصافه، فمهما ازداد علما يتهم نفسه بالجهل، ومهما ازداد قوة يتهم نفسه بالضعف، ومهما ازداد غنى لا يزال إلى الله فقيرا. العبد الرباني لا يأخذ من صفات الربوبية شيء، صفات الربوبية يعني الحاجات اللي ربنا بيديها له من صفاته، لا يأخذ منها أي شيء، وإنما كل ما خد منها حاجة
تزيده إلى الله عبودية أشد وتقربه إلى الله في حضرة العبودية، لأن ربنا سبحانه وتعالى يريد من الإنسان أن يكون عبداً، مهما أوتي من شيء لابد أن الإنسان أن يلتزم بحضرة العبودية لله. في قصة بيرويها سيدنا جعفر بن أبي طالب لما كان في الحبشة عند الملك الذي لا يظلم عنده أحد، ودخل هذا الملك في الإسلام، بيقول فالملك طلبنا في يوم فدخلنا عليه هو وكم حد من الصحابة، فبيقول وجدنا هذا الملك النجاشي يجلس على الأرض وهو ملك وعنده من الغنى ما الله به عليم، وكان عالما، كان من أهل الكتاب الذين يقرؤون الكتاب ولهم علم بالله سبحانه وتعالى، وكان ذا قوة وذا مال، لكن هذا العبد كان عبدا ربانيا. لما دخلوا عليه بيقول وجدناه يجلس على الأرض وفي ثياب بالية وهو ملك، فقلنا له سبحان الله أتجلس بهذه الحال وأنت ملك الحبشة؟ فقال لهم كلمة عجيبة قوي بتترجم حال العبد الرباني مع الله سبحانه وتعالى، قال لهم لقد جاءني خبر أن الله نصر نبيكم بواد يسمى بدر. في غزوة بدر كان عارف يعني أن ربنا نصر سيدنا رسول الله، فقالوا له وما علاقة هذا باللي انت فيه يعني؟ قال لهم إنا نجد عندنا في الكتاب الذي أنزل على عيسى أنه ما أحدث الله لعبد من عباده نعمة إلا وجب على هذا العبد أن يحدث لله تواضعا، فأنعم الله علي بنصرة نبينا فأحدثت لله تواضعا. شفت العبد الرباني بيترجم كل اللي ربنا ادهوله من أحوال القوة والعلم والمال والغنى إلى تواضع في حضرة العبودية، انكسار لله سبحانه وتعالى. من الآخر العبد الرباني ما بيشوفش نفسه في أي شيء إلا إنه يدخل في حضرة العبودية لله سبحانه وتعالى، فيقول له يا رب أنا لا شيء وأنت كل شيء. حضرة العبودية فيه قانون، قانون مثلا في العلم يقول لك لكي لا يعلم من بعد علم شيئا، يعني العبد لازم يستسلم لربنا مهما أوتي من علم. عنده قانون تاني اسمه العبودية سكون والربوبية تحريك، فلا بد أن يسكن العبد، يعني العبد الرباني لو كان في إيده ملكوت كل شيء ما أخرجه ذلك عن فقره إلى الله، ولو أوتي علم كل شيء وكان على كل شيء مقتدرا لم يخرجه ذلك عن ضعفه إلى الله سبحانه وتعالى. شوف النبي صلى الله عليه وسلم العبد الرباني العبد الفرد، آتاه الله كل شيء استخلفه على خلقه. يقف سيدنا رسول الله في انكسار وتذلل إلى الله سبحانه وتعالى ويقول له اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي هزلي وجدي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي. النبي ربنا سبحانه وتعالى أعطاه القدرة على كل شيء. يعني إيه أعطاه القدرة على كل شيء؟ يعني النبي كان يقدر يحرك الكون ويسكن الكون، يفعل ما يريد. إزاي؟ ده النبي بشر. النبي بالدعوة التي لا ترد، فمن أوتي دعوة لا ترد كان على كل شيء مقتدر. يعني لما تدعي ربنا وربنا يستجيب لك، ربنا سخر له الملائكة تقول له إذا أردت أن يطبق الله عليهم الأخشبين، هذا ملك الجبال، يعني ربنا اده قدرة قوية. وبرغم ذلك لم تخرج هذه القدرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبوديته لله أبدا، إنما يشكو إلى الله ويقول له اللهم اغفر لي ذنبي وخطئي وعمدي وجهلي وقصدي. هنا النبي بيتبرأ من العمل وبيتبرأ من الذنوب. مقام العبودية مقام عالي دخله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتبرأ من العلم وقال رب زدني علما، تبرأ من القوة وقال لا حول ولا قوة إلا بالله، تبرأ من العمل ومن الحسنات ومن كل شيء وقال لله سبحانه وتعالى اللهم اغفر لي.
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا على نفس خطاه. بقول لك دخل ضرار ابن ضمرة على معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه، فسيدنا معاوية قال له صف لي عليا، فضمرة قال له أو تعفني من ذلك يا أمير المؤمنين؟ فمعاوية قال له لا أعفيك، يعني طبعا مش هعفيك إن أنت توصف لي علي. فقال له كان والله بعيد المدى شديد القوى. شوف بقى لما يقول لك كان والله بعيد المدى، يعني عنده بعد نظر، عنده حكمة، عنده رأي سديد، شديد القوة، يعني ربنا مديله قوة، يقول فصلا ويحكم عدلا، ربنا مديله سلطان ومديله القضاء، كمان مديله علم يتفجر من جوانبه، والحكمة بتنطق من كل حتة هو عايش فيها. لكنه بقى ساب ده كله ودخل إلى حضرة العبودية. يقول لك يستوحش من الدنيا وزهرتها، مش شايف بقى نفسه في الدنيا، كان ممكن ينطلق ويقول أنا اللي مفيش زيي، لكنه آثر أن يكون عبدا لله. ويستأنس بالليل ووحشته، لأنه دايما في الليل العبد بيلاقي نفسه قريب من ربنا سبحانه وتعالى. الليل فيه سر، سر لكل عبد رباني، إذا جاءه الليل تلاقيه يقبل على الله سبحانه وتعالى. يقول لك كان والله، بيكمل وصفه، كان والله غزير العبرة، يعني كتير يعيط لربنا سبحانه وتعالى، طويل الفكرة، يقلب كفه ويخاطب نفسه ويناجي ربه، كان والله فينا كأحدنا، تواضع، شايف نفسه عبد، شايف نفسه سيد، يدنينا إذا أتيناه، وهو كان أمير المؤمنين، ويجيبنا إذا سألناه، وكنا مع دنوه منا وقربنا منه لا نكلمه لهيبته. دي بقى مش بتاعته، دي من عند ربنا سبحانه وتعالى، لأن العبد إذا ترك أوصاف نفسه وترك حوله وقوته لله سبحانه وتعالى، خلع الله عليه ثياب النور وخلع عليه ثياب الهيبة، فكانت له هيبة بين الناس. ولا نرفع أعيننا إليه لعظمته، ربنا اللي كساه من هذه العظمة، فإن تبسم فعن مثل اللؤلؤ، جمال رباني من جمال الله سبحانه وتعالى، فإن تبسم فعن مثل اللؤلؤ المنظوم، يعظم أهل الدين ويحب المساكين. شوف كمان مع ده كله ينكسر قلبه في حضرة العبودية. وأشهد بالله لقد رأيته في بعض مواقفه وقد أرخى الليل سدوله وغارت نجومه، يعني النجوم طلعت، وهو قائم في محرابه قابض على لحيته، يعني ماسك لحيته يتململ تململ السقيم ويبكي بكاء الحزين، فكأني الآن أسمعه وهو يقول يا دنيا يا دنيا بي تعرضت أم إلي تشوقت، هيهات هيهات غري غيري لا حاجة لي فيك، قد أبنتك ثلاثا لا رجعة لي فيها فعمرك قصير. العبد الرباني بقى ربنا يفتح له ويوري له الحكاية كلها، من الآخر ربنا يوري له الخلاصة وهو في حضرة العبودية، يقول للدنيا عمرك قصير وخطرك يسير وأملك حقير، آه آه من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق وعظم المورد. ده سيدنا علي لم تخرجه كل الأوصاف اللي ربنا منحاله عن وصف العبودية، ما خدش من أوصاف الربوبية شيء، وإنما كان منكسرا لله سبحانه وتعالى، فخلع الله عليه من أوصاف الربوبية اللي خلى الخلق يهابونه ويعظمونه. الربوبية وصف قائم على كل شيء. يعني إيه وصف قائم على كل شيء؟ ربنا بيقول وهو رب كل شيء، يعني كل شيء في الوجود مربوب لله سبحانه وتعالى، شاء هذا الشيء أم أبى، يعني وافق أو موافقش، آمن أو كفر، طاع أو عصى، هو في الآخر مربوب لله سبحانه وتعالى الذي خلق كل شيء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيكلم القمر نظر إلى القمر وقال له ربي وربك الله. كل اللي آمن أو كفر في الآخر وصف الربوبية مش هيتزال عنه،
لأن ربنا سبحانه وتعالى هو المالك وإحنا المملوكين. الربوبية هو إنك تقر إن ربنا سبحانه وتعالى هو المتصرف الوحيد في الكون، هو بس اللي بيميت ويحيي، هو اللي بيخلق وهو اللي بيضحك وهو اللي بيبكي. ولله المثل الأعلى سبحانه وتعالى، ربنا لما يقول لنا أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون، أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعوهم بسلطان مبين، أم له البنات ولكم البنون، أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون، أم عندهم الغيب فهم يكتبون، أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون، أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون. هنا ربنا سبحانه وتعالى بيؤكد على وصفين، وصف العجز عند الإنسان ووصف القدرة المطلقة لله سبحانه وتعالى، وصف العبودية اللي المفروض الإنسان يكون عليها، وصف الربوبية اللي المفروض يقر ربنا بيها. لكن أقر أو لم يقر، يعني اعترفت إن ربنا اللي خلق الكون أو ما اعترفتش، ده مش هيغير في ربوبية الله شيء، يعني مش هيغير في مربوبيتك لله شيء، لأن الله سبحانه وتعالى هو رب العالمين. حضرة الربوبية دي حضرة عطاء. يعني إيه حضرة عطاء؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى يعطي كل خلقه، يدي لكل خلقه من الأرزاق ما قدرها لهم، برغم أنهم قد يكفرون بالله سبحانه وتعالى. من آمن منهم فقد اعترف بالعبودية لله، اعترف أنه هو عبد، لكنه ما زادش في ربوبية الله شيء، يعني ما أضافش أمر جديد إلى الله سبحانه وتعالى، هو بس مجرد أن اعترف بأنه هو دلوقتي عبد لهذا الرب. أما الإنسان الذي كفر وجحد واختار طريقا آخر لا يعترف لله فيه بالعبودية، فهذا الإنسان لن يغير من وصف الربوبية لله شيء، ولكن هيغير من وصف عبوديته لنفسه. يعني المشركين لما أشركوا بالله سبحانه وتعالى فترة كبيرة من الزمن، هل غير إشراكهم بالله من ربوبية الله شيء؟ هل انتهى الأمر وهل جعلوا رباً مسيطراً على الكون غير الله؟ أبداً، الأمر انتهى بأن ربنا سبحانه وتعالى أزال الشرك من قلوب الكثير، واعترفوا بالعبودية لله واعترفوا بالربوبية. فكون أن الإنسان يعترف أو لا يعترف، يجحد أو يلحد، لا يغير وصف الربوبية في شيء، وإنما يغير من إرادته هو ومن موقفه هو، فهو يخرج من حضرة العبودية ومن حضرة الربوبية. أما الأصل فإن الله سبحانه وتعالى هو رب كل شيء، ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء، ده الأصل. بعد كده فاعبدوه، يعني إذا اعترفتم بربوبية الله فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. يبقى وصف الربوبية وصف قائم لله بذاته، شاء العبد أم أبى.